التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في نشرتنا الرئيسة، ومعنا من لغة الإشارة الزميل محمد الأسمري. بسم الله الرحمن الرحيم. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 4 اتفاقيات مشتركة لدعم الأشقاء في سوريا واليمن، وقد خصصت اتفاقيتان لدعم الاقتصاد في محافظتي حلب وحماة لتقديم حزمة تعليمية في الريف الغربي لحلب ومحافظة الرقة في سوريا، واتفاقية لتقديم الرعاية الصحية للسوريين جنوب سوريا والمتضررين من الأزمة، واتفاقية أخرى لإعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية في اليمن خلال المرحلتين الخامسة والسادسة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني. بفضل الله اليوم نسعد بتوقيع 4 اتفاقيات، اتفاقيات 3 منها في لرفع معاناة الشعب السوري وواحدة في اليمن. الاتفاقيات التي في سوريا، هنالك اتفاقية صحية لدعم مستشفى الجيزة في محافظة درعا، هذه الاتفاقية سوف إن شاء الله تخدم أكثر من 63,000 مستفيد بمبلغ 1,360,000 دولار، وكذلك اتفاقية أخرى تعليمية لدعم الصمود والتعليم في كل من حلب والرقة ب1,000,000 دولار، وسوف يستفيد منها 11,000 من الطلاب في كل من حلب والرقة. كذلك من الاتفاقيات في سوريا اتفاقية لدعم انعاش الاقتصاد في كل من حماة وحلب بمبلغ 1,200,000 دولار، وسوف يستفيد منها أكثر من 5,400 شخص. كل هذه البرامج هي منظومة متكاملة من برامج عديدة جدا تنفذ في الداخل السوري والخارج السوري لرفع معاناة الشعب السوري، إنفاذ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله. بالنسبة لليمن اليوم ولله الحمد وقعنا اتفاقية المرحلة الخامسة والسادسة لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، هؤلاء الأطفال الذين زج بهم من قبل الميليشيات واستخدموا كدروع بشرية وكذلك جنود من قبل هذه الميليشيات. المركز يقوم بتأهيل هؤلاء الأطفال، أكملنا 4 مراحل الآن في المرحلة الخامسة والسادسة، وإن شاء الله نستمر في هذه المراحل إلى أن نعيد كل هؤلاء الأطفال إلى براءة الطفولة ونؤهلهم نفسيا وتعليميا وكذلك أسريا ومجتمعيا. من جهة ثانية قام